يعني بصراحة الرياضة والفن من الحاجات اللي دايما كده بتساهم في بناء شخصية أي إنسان. إحنا معانا وإحنا كمان خلينا نقول إن إحنا بنركز في البرنامج ده على كمان الجانب الرياضي عند الناس المعروفة، سواء فنان، شخصية معروفة، شخصية عامة. معانا زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة النهاردة، النجم ولا الفنان ولا الاعلامي، هنا نرحب بعمرو رمزي. يا صباح الفل عليك. صباح الفل. ما ينفعش تكون معانا صباح العسل دايما تيجي بتريت ووجع، يعني ملهاش حل. الناس لسه عايز اقول لك انت عملت شغل النهار بالبرنامج ده. ايوه والله العظيم صحيح، منور الدنيا. ربنا يخليك يا كريم. صباح الفل. لا هي كسرت الدنيا. انا فاكره رمضان 2007 و2008 انت كنت هتعمل مفروض 30 حلقه بس خليتهم 60 حلقه لان البرنامج نجح جدا وقتها. هم قبل ما يتعرض بقوا 60، ان احنا اول ما بعتنا الحلقات صبح الناس الاول. طب اول ما بعتنا الحلقات للشركه المنتجه يعني وكده، فقالوا ده لو اتذاع منه حلقه خلاص اتكشف ومش ممكن ينفع تستضيف حد تاني. اه طبعا. فبسرعه بعتوا شنطه فلوس تانية. هو ده في اشاره لمصداقيه البرنامج على فكره، النقطه اللي انت بتقولها دي. كانت حاجه بس هو كان صعب انك تسجل بقى في حوالي 20 25 يوم، اقل من 25 يوم، 60 حلقه. كان صعب قوي، ضغط كبير. اول سؤال جانا اول ما نوهت لهواد في اللينك الاولاني من الحلقه. السؤال بقى كده خش عليه بالسؤال الاول كده. السؤال كنت كاتباه في الورقه الثانيه، بس السؤال الاول واحده كانت بعتت بصراحه مش فاكره اسمها لان كنت كاتباه في الورقه الثانيه، كانت بتقول لك هو انت يا عمرو متجوز ولا لا؟ الاجابه اجابه ايه؟ قلت حاجه؟ قابل يا استاذ، قابل يا استاذ. أو ده السؤال الأول. طمن الجمهور، طمن المعجبات. طمن إن شاء الله، طمن على كل. واضح إن الفكرة مش في دماغه أصلاً. لا خلاص. إحنا مش عايزين نبدأ دلوقتي الأسئلة، أنا عندي أسئلة أنا وكريم لسه. براحتكم. بص اصل هي الفكره في احنا زي ما كنا بننوه، احنا يعني مش بس هنتكلم عن الفن والبرنامج واعمالك، لا احنا عايزين نربط بالرياضه. احنا عارفين انك اهلاوي جدا، فاحكي لنا كده زمان كنت بتروح تحضر ماتشات، قصتك مع النادي الاهلي ايه برضو، وقصتك مع الرياضه ايه يعني. شوفي انا 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 صاحبت واحد صاحبي مخصوص عشان كان ساكن جنب استاد المنصوره. انا من المنصوره. فكان طبعا لما الاهلي بيجي دي كانت بتبقى قصه كبيره، خصوصا ان كنا عارفين ان الاهلي كان ياسر ريان ووليد صلاح وعماره كان من جنبنا وبتاع. ففكره انه الاهلي بيلعب في المنصوره دي انت مش متخيله يعني كانت بتبقى كبيره ازاي. ففي يوم انا واصحابي قاعدين بنتكلم وبتاع، فجت سيره واحد صاحبهم خلاص انه يعني ايه ما حدش بيطيقه بس هو ساكن جنب الاستاد. هو غلط اللي انا قلته ده ولا ايه؟ لا الصراحه انا بحسبها صراحه حلوه، صراحه حلوه. كمل يا عم. فهو ما حدش بيطيقه بس هو ساكن جنب الاستاد خلاص. فالساكن جنب الاستاد ده اكيد هيعوز يعني عشاء في مره، اكيد هيتعزم على السينما مره، لازم قبل ميعاد الماتش بفتره طبعا. يعني كده عشان نبقى كلنا في البلكونه بقى طبعا. لان طبعا عشان تلاقي تذكره في الاستاد اصلا وقتها خلاص التذاكر كانت بتبقى غاليه يعني، او بالنسبه لنا احنا غاليه طبعا، طلبه بقى وبتاع طبعا. فكنا لازم نبقى موجودين في البلكونه، اللب والبتاع والحاجات وكاشف الملعب كله. انت قاعد فوق يا باشا بقى. الله. انت في في الدرون، انت طياره لوحدك طبعا. بس فكانت فكره ان انت اصلا بتحضري للماتش اسبوع بحاله. اما كان منصوره بقى في الممتاز يعني اسبوع بحاله، دي كانت قصه كبيره. وكنا حافظين، انت شايف اللعيبه قد كده اهو طبعا، بس انت حافظ من جريته وبيقف على الكره ازاي وبيلم لجوه ولا لبره وبيعمل مش عارف، انت قاعد مركز جدا فتعرف ده مين وده مين فلا لا كانت فتره حلوه. احنا هتلاقي الاسئله بتاعتنا انا ونهواند بتتراوح ما بين الرياضه وطبيعه الحال الفن. انا بقى عايز اقف في الفن عند تجربتك مع النجم عادل امام. لان دي ما ينفعش ما نعرفش يعني خلاصه تجربتك دي تقول عنها ايه. والله بص هي انا دايما اقول عليها ايه دي يعني مشروع التخرج، او دايما اقول عليها ان هي الشهاده الاساسيه. انت خلاص انت بتقعد تجرب في حاجات كتير مع اساتذه كبار او مع شباب زيك وكده لغايه لما تيجي فرصه انت ممكن لاول وهله تحس انها اكبر منك. يعني ايه ده؟ هو بجد؟ هو يعني هو اللي مختارني؟ طب هو اللي هو بجد؟ طب هو اللي قال لعمرو؟ طب هو طب ليه؟ طب كل الاسئله دي بتدور بس ما بتساليش كام حلقه.
ما بتساليش مساحتي قد ايه. طبعا لا طبعا ابعتوا لي مفيش البتاع ده. طبعا فاول ما بتحصل الاستاذ، ما هو كلمه الاستاذ دي بقت ايه، معروف مين الاستاذ. طبعا فبتبقى خضه كبيره جدا الاول، وبعدين بتبتدي واحده واحده تقول ايه، ما هو طيب ما هو انا ما بفهمش بس هو بيفهم اكيد يعني. اكيد هو عارف. انا ما بعرفش، انا ما عنديش خبره، بس هو عنده خلاص، يبقى هو شايف حاجه صح. فبتاخدي ثقه. كانت الدنيا عامله ازاي؟ اللوكيشن تحفه يعني، احنا كنا في وقت صعب وكل حاجه في 2011 2012، لكن احنا يمكن ده اللي خلانا اكتر نبقى قريبين اكتر من بعض، واتكلمنا في كل حاجه، اتكلمنا في السياسه واتكلمنا في الدين واتكلمنا في الفن واتكلمنا في كل حاجه تتخيلها، عشان الفتره اللي قعدناها مع بعض كانت طويله جدا، لانه احنا كنا المفروض نعرض في 2011، ما حصلش نصيب طبعا، تعطلنا فعرضنا في 2012، فقعدنا مع بعض سنه. جدا طبعا. انت ما اشتغلتش مع مجرد نجم استثنائي، انت اشتغلت مع صفحه من صفحات كتاب التاريخ. بالظبط كده، احنا كنا في دوله مش عايز اقول اسمها يعني دلوقتي، خلاص بنصور، وبعدين هم ما بيتكلموش عربي، هم بيدعوا ان هم ليهم علاقه بالعربي يعني، بس هم ما بيتكلموش عربي. بتضحك ليه؟ عشان انا عرفت تقريبا تقريبا عرفت. اوكي. فقالوا انتوا بلغتهم يعني مين اللي معاكم السوبر ستار ده، مين اللي معاكم يعني؟ فقلنا لهم لا ده مش سوبر ستار، ده ميجا ستار العرب. فقالوا لنا اكتبوا لنا اسمه بالعربي على جوجل على التاب كده. فكتبنا اسمه بالعربي على التاب، وهم خدوه وخلاص، وبدانا شغل، واليوم خلص. تاني يوم الشباب دول دخلوا على جوجل بقى بالعربي، فشافوا النتائج بس ريزلتس. فلقوا مش عارف 46 مليون خبر في. فعايز اقول لك ان هم، احنا رحنا التصوير، احنا بنوصل متاخر، احنا طبعا صيع، هو الاستاذ بيجي بدري عننا، دي معلومه يعني. فهو قاعد قدام الكرفان بتاعه في الشمس، وهم جايين واقفين صف، وبيسلموا عليه وبوس ايده. يا سلام. يا سلام يا سلام، ده بس لمجرد ان هم اطلعوا على التاريخ، هم بصوا لقوا نفسهم في تاريخ بقى المنطقه العربيه كلها. فكانت لحظه احنا اتخضينا، احنا تعرف برضو احنا ايه يعني، مع الوقت كده بيبقى في شويه يعني كله استاذ وبتاع وجو كده، اللي هو يعني ايه، في استهبال كده خلاص، حتى يعني حتى محمد يعني. فبقينا ايه واقفين نتفرج على المنظر، انتوا يا جماعه احنا اتخضينا خلاص. هم كشباب صغير عرفوا من حجم الداتا اللي عن الراجل ده، خلاص هو بيمثل ايه في تاريخ المنطقه العربيه. طبعا بس كانت لقطه يعني خاطفه جدا بصراحه. كلام حلو جدا. تعالى بقى نرجع تاني لبدايتك، وكانت بدايتك انت عملت حاجه قبل حلم بيني خالص، كانت البدايه. طب معلش يعني ده سؤال وانا صغيره بقى، مش احنا الفرق سنين إيه؟ مش كبير بس 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 طب يا جماعه احنا واحنا صغيرين كنا بنتفرج على عمرو. صغيره فعلا يا عمرو والله. اطلع بقلص بقى. وانا بجد كنت عايزه اعرف، طيب يعني ازاي حد لسه جديد والثقه اللي جت ان انا هختار الشخص ده؟ ما احنا عايزين نفهم. انا شوف من 2007 مستنيه اجابه. بصي هو انا هقول لك على حاجه يعني، نهدى ورا ده بنرجع لك. ايوه لقطه بس كده. بص يا ستي، انا كنت بشتغل مسرح زمان طبعا، فالمسرح بيعلم انه الواحد يبقى واقف قدام على الستيج كده خلاص، والجمهور قدامك، انت طبعا فنان وفاهم، الجمهور قدامك كده، اللي بيهرش واللي بيكلم صاحبته واللي بيتاوب واللي بيتاوب واللي انت بتقولي اعلى افيه في المسرحيه، هو تبقى محبطه جدا الحاجات دي. فبتتعودي تعملي حاجه اسمها، بيعلمونا حاجه اسمها الستار الرابع، يعني كان في ستاره بينك وبين الجمهور، ستاره انت شايفاه وبس هو مش شايفك، اللي هو اشتغل وسيبها لله. فانا كمان كنت مقدر التجربه، امتى هتديني فرصه في 25 يوم ان انا اشتغل مع 60 نجم من نجوم الوطن العربي؟ ما حصلتش يعني. في ناس بتبدا حياتها، في ناس تبدا حياتها وتنتهي ما مثلش مع 60 نجم. صح صح صحيح طبعا. فكنت مقدر التجربه جدا، فقلت هي نتوكل على الله، ويعني يا تنتن يا تنتن. قلت هي خبطه ويكفي جمهور الناس دي كلها للحكم عليا يعني، يعني اذا اتفرجوا فهيتفرجوا، يمكن يتضايقوا شويه في الاول ان ده النجم بتاعهم وبيحبوه بتاع، بس الجمهور وعنده وعي وفاهم ان ده مقلب طبعا. طبيعي في المقلب بلبس طبعا. وش غير وشي عشان اقول لك بخ يعني. ف
فتوكلت على الله. اول حلقه كانت خضه يمكن شويه خلاص، لكن قعدت احسبها، طب ما انا هفضل مخضوض، طب ما انا يعني ما انا كده انا اللي هتبهدل، ما انا كده انا اللي ايه يعني، فدوست يلا بقى. انت استفزيت 60 نجم ونجمه، مين اكتر واحد بجد كان مستفز منك وما كانش قادر منه برضو يعني يداري رياكشناته؟ شوف اكيد هو كذا حد مش واحد بس، كذا حد طبعا طبعاً. يعني عمال افتكر، تعال نقول اعلى ثلاثة او اعلى خمسة، اعلى من حيث الرياكشن. اعلى ثلاثة خالد سليم يعني نمرة ثلاثة خالد سليم، خالد نمرة طبعا ما شاء الله عليه، طبعا كان بيروح الجيم لا وكان بيروح الجيم وقتها من داوم على الجيم فريح عليا في الكواليس بس كده، وقعد يقول لهم لا بس برنامج جميل ومريح على رقبتي، برنامج جميل جدا والله ولذيذ ولطيف وولد كويس وليه مستقبل وبتاع، وانا يعني مش قادر اخد نفسي. ده خالد. في طبعا سعيد صالح الله يرحمه، فنان كبير سعيد صالح مع حفظ الالقاب يعني برضو. طبعا طبعا عامل معاك حلقه تجنن. عم طلعت الله يرحمه، بص انا كنت ماسك نفسي من الضحك بالعافيه، وهي الحلقه طلعت ترند تاني اليومين دول بشكل غريب يعني، لان هو تلقائي وانا تلقائي، فانا ايه احضر الحاجه اقولها له، بص انا راح مجاوب بسرعه وفي حته تانية خلاص، بتعمل ضحك بعمل ضحك بس مفيش اي هدف، فخلاص هو بوظ لي اللي انا هقول يعني، لسه هعمق انا وحكلك على الحاجات الاقيه راح في حته تانية. وكمان اللي لاحظت كده كان الفنان سمير غانم، انت كنت عمال تضحك برضه، انا خدت بالي. دي اول حلقه، ما انا بقول لك بقى في خضه بقى، انا اول حلقه بقى جاي جنتلمان زي كريم كده وبدله وبتاع وايه بقى ومذيع بقى، فالراجل ده انا بضحك عليه طول عمري. ايوه طبعا محدش بيقدر. وبعدين هو قاعد قدامي انا مش شايفه قاعد، انا شايفه ماشي ماشي البطه اللي هو ماشي مش شايفه قاعد، فانا عمال اضحك بس، فانا عمال اضحك على كل حاجه بيقولها، لغايه اما خدت بريك بقى ودخلت جوه في الكواليس قلت لهم يا جماعه انا هلعب حاجه كده مش هينفع، انا بضيع وانتوا هتضيعوا، لو انا قعدت اضحك مش مفروض ان انت تضحكي، المفروض طبعا طبعا، فلو قعدت اضحك احنا كلنا هنضيع بالصلاه على النبي، فاحنا ايه شنطه الفلوس هترجع يعني. بالظبط كده، كانت شنطه صغننه وسكينه، فاحنا قلت لهم انا هعمل كاركتر كده وربنا بقى يستر بقى وبتاع، اللي هو كاركتر المذيع اللي عايز يبقى المذيع وعايز يبقى والمنتج في نفسه والمخرج طمان بالمره والمنتج والشله كلها خلاص، فهو اللي بيقول كل حاجه، فهو اللي بيكلم الكاميرات و3 2 1 هو اللي بيكلم الجمهور وهو طبعا اللي بيكلم الضيف، و فده كاركتر الشخص المسيطر قوي ده جالي وقتها كده وربنا كرمني فيه، فمشيت بقى. اذا كانت مشيت مع سمير غانم هتمشي مع اي حد خلاص. انت استضفت لعيبه من الاهلي كمان انا فاكره. طبعا طبعا كنا بقى استضفت وائل جمعه صخره، واستضفت بيبو صغير خالد بيبو، واستضفت عماد متعب طبعا حبيبي، واستضفت عصام الحجر. انا فاكره حلقه كابتن عصام نتيجه اللي انت عملته اكتر حد طبعا. بص هو اغلب واحد عماد ما يتعب رغم انه مهاجم وسترايكر وبتاع، بس اغلب واحد عماد اللي طبعا لازم يطجن، وعصام الحضري طبعا لازم يعني حبيبي يعني. فعصام طبعا كنا لسه ايامها لاعبين ماتش مع برشلونه بمناسبه مئويه وكنا خسرين 4 وكان هو اللي واقف، فكل شويه انا شاور له ان ايه ها الاربعه ايه وبتاع، فهو يغلي طبعا يغلي طبعا. وبعدين كنت لابس له اخضر عشان ايه يعني انا ايه اتحداوي وبتاع، فيقول لي هو طب ما احنا كسبانين الاتحاد، اقول له طب يا عم ماشي بس انتوا خسرانين من برشلونه، فقعدنا نيجي في الحكايه لغايه اما قال لي ايه انا عايز اشوف الاسئله، فقلت له خد يا عم شوف الاسئله، فبص لقى الكيو كاردز دي فاضيه اوكي، فقال لي ايه ده انت بتقول من دماغك؟ قلت له انا بقول من دماغي انا المنتج، قلت له انا بقول من دماغي انا حر، انا كل في الكل هنا، فاتصدم وسكت خلاص، بس كانت حلقه لطيفه طبعا جدا، هو اصلا شخصيه جميله جدا كمان على الحقيقه كابتن عصام جميل، عصام جاري كمان انا منصور هو دمياط يعني، فاحنا جنب بعض يعني حلوه، فكانت حلقات حلوه، واستضفت خالد غندور في حلقه كمان، كان عندي 5 ضحايا من الرياضه في زي الفل في البرنامج زي الفل. طب انت بتجهز لايه بقى الفتره الجايه يا عمرو، وخصوصا ان انت ودي برضو كانت من ضمن الاسئله برضو سؤال اتبعت لنا ان انت لفتره اختفيت من تحديدا المجال الاعلامي بالظبط. بص انا عملت برنامج من 5 سنين على قناه من القنوات يعني، والبرنامج اتحط على المنصه بتاعته يعني البرنامج كان منتشر جدا وكان منتشر طبعا في الشارع وكل حاجه وبتاع، لكن البرنامج اتحط على المنصه بتاعته، ف
فمجرد ما اتحط على المنصه طبعا برضه هو كان بعد فتره من حلهم بينه، لكن مجرد ما اتحط على المنصه فالناس اعتبرته، اغلب الناس اللي ما عندهاش المنصه دي اعتبرته مش موجود، فاتحسب بالنسبه لي انه عند جمهور المنصه دي ده برنامج جميل ورائع، ولما بروح الخليج بيقولوا لي ده يجنن والكلام ده كله، انما ما اتحسبش هنا لان احنا جمهور المنصه دي قليل هنا في مصر خلاص. فبالتالي ده وراه مثلا مسلسلين على قنوات مشفره، وده مش بمزاجنا انت عارف، احنا بنعمل حاجه مش عارف الانتاج هيوزعها لاني قناه، يعني هو حر الانتاج هيبيعها لمين، احنا مالناش فيه، مش شغلتنا يعني. فعلى قنوات خاصه في 3 سنين ورا بعض او 4 سنين ورا بعض، فما جت كده. بس هل يمكن انت يا عمرو صراحه يعني هتجاوبني، انت يمكن شتتت نفسك؟ يعني انت كنت بدايتك اعلامي ونجحت جدا، مش نجاح عادي، لا ده نجاح يعني ساحق. وبعدين دخلت غير البرنامج ده اللي انت بتتكلم عنه، دخلت التمثيل، فهل التشتيت ده ربما هو اللي اخرك شويه، ولا انت مش شايف لها علاقه؟ انت كنت حابب ده وده مثلا؟ ملهاش علاقه، ما هو مش ده وده. انت لو تيجي تحسبيها، انا ما كنتش مذيع في حلهم بينه، كنت بمثل. انا كنت عارف ان انت كمان مخرج. صحيح. المناسبه معلومه جديده عليا، اول مره اعرفها. لا دي اول مره برضه. يعني ومارست الاخراج بالفعل الفتره؟ الفتره طويله. يعني اخر قعدت فترة طبعا مبطل شوية برضو بسبب الشغل يعني في قدام الكاميرا، وبعدين عملت برنامج كان هو أبو حفيظة، وبعدين بطلت بقى من أيامها. قعدت لقيت نفسك في التمثيل وفي هو أنا عايز التمثيل أكتر يعني. لكن أما بيجي حد صاحبي مثلا يقول لي أنا في فيلم قصير وعايزك تساعدني فيه، بروح أساعده. أما يجي حد بيقول لي في كذا كذا ويعني عايزه اقعد في المونتاج اظبط حاجه، فبروح اقعد معاك. يعني نرجع بقى لاجابه السؤال، انت اصلا شايف ان انت ما كنتش اعلامي، انت كنت اصلا حتى البرنامج كان تمثيل الى حد كبير. قصه ان انا ابقى مذيع محايد دي خلاص انا لعبتها مره واحده في البرنامج الخاص اللي بحكي لك عنه ده، اللي كان في القناه الثانيه يعني، وهو ده اللي هو انك فكره ان انت عمرو، ما هو مذيع يعني كريم، ويعني نهواند يعني عمرو خلاص. لكن انا في حلهم بينهم ما كنتش عمرو، انا كنت عامل كاركتر. ايوه صح. يدخل ويبلعوا الستين نجم اللي احنا مستضيفينهم، فمش ما كانش عمرو. انت عملت حاله، خليني اقول لك، هي مش بس تمثيل، انت عملت يعني خلي بالك برضو انت كان عندك بيزكس المذيع، يعني اصل مذيع امتى يقاطع الحاجات دي، برضو مش اي ممثل يعرف يعمل العكس. تنتهز فرصه الرياكشن الضيف اللي قدامك وتعمل مثلا حركه تضايق وتقول كلمه تضايق، دي برضو ذكاء، لازم يبقى في عندك سنس المذيع. فانت كنت يمكن جامع بين الاثنين بشكل رائع. يمكن يعني هي الحمد لله، بص يا كان في توفيق من ربنا كده، بس هي فعلا بتعتمد على ان انت رايحه تضحكي، فما دام هتضحكي هتصطادي حاجات صغيره كده للايه؟ للشخصيه اللي قدامك. اصل اللي انت عملته ده حاجه صعبه على فكره، وانتوا بتتكلموا وانا عمال افر في الاسئله اللي جات لنا، لقيت ان يعني تقريبا في سؤال واحد بالكاد، الباقي كله ترحيب بيك، ويقولوا لك منور بيتك النادي الاهلي، وثناء بشكل ملحوظ على البرنامج اللي كنا بنتكلم عليه. السؤال الوحيد اللي يتقال عليه سؤال يعني، حد بعته بيسالك على اصعب مباراه تابعتها وكنت فيها على اعصابك للنادي الاهلي. لا هو كتير يعني كده برضه. سؤال مش سهل يعني. ما هو احنا زي ما احنا بنقول الاهلي بيجيب اجوان في ال 90 خلاص، فاحنا اعصابنا بتتحرق لل 90 طبعا. في كام ماتش كده اعتقد يعني كان اصعبهم بتاع الصفاقسي، اصعبهم اللي كان تعادلنا هنا 1-1 ورحنا هناك طبعا جبنا جون في الدقيقه 94 اللي هو من شادي محمد لفلافيو لابو تريكا، شادي محمد متعب فلافيو ابو تريكا. بص بقى ده كان، بص يا عمرو، احمد علاء بيقول لك صباح الخير طبعا في البدايه، ليا طلب مش سؤال لعمرو رمزي، عايز جزء جديد من حلهم بينهم بس يكون حصري على قناه الاهلي. يعني على فكره فكره حلوه، بس مش هنخليه كده بقى يعني عشان الفكره، بس دي تبقى حاجه والله كويسه. والله نفكر يا احمد ان شاء الله نفكر. حلو ان الناس لسه لحد دلوقتي عايزه تشوفك في الشكل ده كمان يا عمرو، انا شايفه ده نجاح يعني عمر السنين بجد والله. الحمد لله، انا بيتعمل لي كميه منشن في البرنامج اليومين دول رهيبه جدا، وكميه كوميكس بتتعمل اليومين دول على حلقتي انا وسعد الصغير مثلا، وعلى خالد صالح الله يرحمه، وعلى سامو زين، الضحكه بتاعت سامو زين. أيوة في البرنامج انا ضحكته
خلتني مقلوب على ظهري وعمال ارفص من كتر الضحك. ضحكته بس خلي بالك، ناهيك عن الاستفزاز اللي هو كان مستفز منك، بس ضحكته كانت فظيعه. هو في فيديو معمول بقى على ضحكته ده على اغنيه لقيت الطبطبه، روح اتفرج عليه، مش هينفع نعرضه يعني. روح اتفرج عليه على اكيد حاول ده. طب عمرو احنا عايزين نطلع فاصل، تطلعنا انت ايه رايك؟ نطلع فاصل، اتفضل يا فندم. ماشي يا فندم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ايه الفشل اللي انا فيه ده؟ لا لا انت ماشي كويس. بس جمهورنا وجمهور الاهلي وجمهور قناه الاهلي العظيم، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. لسه لقائنا الممتع مع النجم الجميل عمرو رمزي مستمر، ولسه عندنا اسئله كتير جدا وفي حاجات كمان. انا كنت نزلت صوره ليك على تويتر عندي وقلت لو حد حابب من الجمهور يسال اي سؤال، ففي كتير قوي بس هحاول انقي كده معاك شويه. خليني اقرا لك كده مثلا. صباح الورد، تحياتي ليك، انت ليه بعيد اليومين دول؟ عايزين نشوفك، وحشتنا. ده من الاستاذ مصطفى كمال. اقول لك كذا سؤال ورا بعض ولا ماشي. أوكي. نيجي بعد كده ده بيسالك راي الفنان عمرو رمزي في وسائل التواصل الاجتماعي. اوكي. بعد كده بيقول انا مش قادر انسى 3-2-1 وبعدين التكشيره، بجد كنت بتضحكنا قوي. وبعدين نبيل زكريا بيقول لك الفنان ليه في الكوره ولا لا؟ ايه اول ماتش اتفرجت عليه؟ ده استاذ راجح فخري. واحد تاني استاذ كمال قاسم بيقول لك بجد احسن واحد عمل مقالب في مصر. طب خليها عشان نكمل. عشان ما ننساش. هو عشان ما ننساش يعني. انا اتفرجت على ماتشات كتير جدا وانا صغير، مش فاكر اول ماتش بالظبط دلوقتي، بس اتفرجت على ماتشات كتيره جدا طبعا. وكنا بنتفرج على كل ماتشات المنتخب، ده امر طبيعي يعني قبل قصه التشفير والكلام ده يعني. وما عملتش حاجه تانية ليه، هعمل ان شاء الله باذن الله يعني. وايه تاني؟ مين هو مين اكتر لاعب تقريبا طب انت مين اكتر لاعب صحيح بتحبه في الاهلي؟ لا الاهلي، ما هو الاهلي ما ينفعش تقال عليه اكتر لاعب يعني. الاهلي ده يعني هو المصنع. بأجيال. بالظبط كده. هو حسب كمان الزمن يعني. زمان صالح سليم كان يعني لسه هقول لك يعني. هو الفكره بقى مين اللي جه عمل بصمتين، البصمه الرياضيه سليم. خلاص وعمل بصمه فنيه ثم، او مين اللي جه الاهلي خلاص اسس حاجه موجوده لغايه دلوقتي. ماشي. هي دي الفكره يعني. فاحنا دايما بنقول انه اللي اسس الحاله دي من الالتزام صالح سليم. صحيح. اللي اسس الحاله دي وكاريزمته من كاريزمه النادي الاهلي بشكل عام، وشخصيته من شخصيه النادي الاهلي، فلقت عليه يعني. عشان كده الحكايه لايقه عليه. صحيح. خلاص الحكايه لايقه عليه، هي دي الفكره يعني. حلو قوي. طيب ليك صور كتير يا عمرو في اماكن سياحيه وتراثيه، واحنا دايما تبصيره السياحه دي نربطها دايما بالظبط كده. يعني هل في سبب ولا ده مجرد شغف شخصي؟ لا ده انا بحب الحاجات القديمه جدا، عشان كده البرنامج حتى اللي عملته كان ليه علاقه بالحاجات القديمه. بالظبط كده. بالظبط. بحب الاماكن جدا، لان الاماكن بني ادمين يعني. الاماكن بني ادم، بشر. مين عايش فيها دلوقتي، مين كان عايش زمان، الحاجات دي كلها. عندي كميه صور للحاجات قديمه، منها سواء دي في خان الخليلي. ده كنت بتلعب كوره هناك ولا دول كانوا بيلعبوا كوره؟ كنت بصور البرنامج، والبرنامج ده في الشارع اصلا. فالشباب عرضوا عليا ان انا انزل العب معاهم، ونزلت وربنا كرمني جبت جون. غالبا هم فوتوا لي يعني، بس طبعا الحمد لله ربنا كرمني يعني، ويعني جبت جون. فكان يوم حلو اهو. لا والبرنامج ده كمان كان جماهيري قوي الحقيقه. يعني في احتكاك مباشر مع الناس، ودي كانت من ضمن عناصر القوه اللي فيه. بالظبط بالظبط. هو كان مهم قوي في الوقت ده. انا كان عندي نفسي اعمل حاجه في الشارع، عشان كان الشارع يخوف ايامها، كان في حوادث ارهابيه وكده. فكان نفسي اعمل حاجه ليها علاقه بانه لا البلد دي امان وهتفضل امان. بالظبط. فلما جت فكره البرنامج ده انا قلت فورا انا يلا انا هعملها، موافق. اتحضرت في اسبوع، عايز اقول لك في اسبوع العربيه دي اتعملت في اسبوع وطلعت النتيجه الحمد لله جميله جدا الحقيقه. في الاخر واللوك انت كمان كنت عامل لوك معين. هو ده منظر انتيكه يعني. دي في طنطا. انا رحت بالبرنامج ده 8 محافظات منهم اسوان. يعني العربيه دي سافرت اسوان واحنا سافرنا وراها وصورنا حلقه هناك. بص دي في طنطا برضو.
جميل الله حلو. الترحاب كان ازاي بيك يا عمرو هناك؟ لا 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 لا. حاجه عظيمه طبعا. الحمد لله الحمد لله. كان انا عايز اقول لك عملت حلقه في جامعه المنصوره كانت حاجه غريبه قوي. يعني انا احنا وقفنا على باب الجامعه فعشان نبعت نستاذن حد في الجامعه ان احنا ندخل الجامعه ده صعب جدا طبعا. جامعه المنصوره يعني كمان شديده جدا. فرئيس الجامعه بعت لي وصرح ان احنا ندخل كل العربيات بتاعه الكرو وده صعب جدا برضو. عايز اقول لك انا مجرد ما دخلت الجامعه كانت دي الحلقه السادسه او السابعه في البرنامج. مجرد ما دخلت الجامعه المدرجات كلها نزلت من الجامعة. الله. الدكاتره بالطلبه فكانت مظاهره رهيبه يعني. حلوه جدا. يعني كانت انت يا عمرو بجد موهوب. دي مش مجامله. يمكن مصر كلها الوطن العربي اللي اتفرج عليك عارف دي فيك. انا بتمنى ان انت تكمل في التمثيل وتمتعنا. وعايزه اقول لك وجهه نظري. انا شايفه يا عمرو بجد رغم ان انت كوميديان وضحكتنا بس انت تنفع قوي في الادوار الشرير. انا شايفه كده. انت شايفه كده. ممكن طبعا لو شفتي مسلسل مش عايز اقول اسمه طبعا دلوقتي يعني عملت فيه دور شرير. يعني لا اقول عادي. بيت السلايف اسمه. بيت السلايف. عملت فيه دور شخص في نقلتين كده حصلوا في حياته. فالنقله الثانيه اصبحت ان هو يعني شخص فاسد تماما ومجرم وكده وهو بيقتل البطل في اخر المسلسل. فده كانت بالنسبه لي غريبه بس انا يعني بحسها حته عندي برده ممكن يعني ممكن تتعمل برده. فالمخرج شافني فيها فيلا قلت له يلا جد. بخلاف قدره الفنان او امتلاكه لادواته وقدرته على التشخيص بس ممكن جدا يبقى فيه نمط معين من الشخصيات انت حابب تقدمه وما جاتلكش الفرصه لغايه دلوقتي. يعني انت ممكن تلاقي نفسك الى حد كبير اتحصرت في نمط معين من الادوار نتيجه نجاحك فيها في البدايات. ودي مشكله يعني قائمه من قديم الازل. بتتحايل على الموضوع ده ازاي؟ هو دي بنسميها المخرجين حصرون. ايوه يعني المخرجين حصرون. بتطلع بقى من الحصار ده ازاي؟ بطلع ان انا ما بقبلش كل حاجه بتجيلي. يعني انا كتير جدا بيجيني حاجات شبه حاجات. انا بعد حلهم بينهم مثلا جالي حوالي 42 برنامج مقالب على كل المستويات بس هم كلهم شبه حلهم بينهم. منهم حاجات يا تبقى شبه حلهم بينهم بالظبط يعني اعملها شبه حلهم بينهم وتبقى فيك. حلو ان انت عندك قوه الرفض. يعني مش كل الناس على فكره برضو عندها. لا هي متعه دي لطيفه يعني هي متعه ان انت تبقى قادر تميز كمان. اصل انت بعد وقت لما بتاكل كل حاجه ما بتعرفش تميز الطعم. صحيح. لو هم عملوا تقريبا اجزاء تانية كانت من اللي هي بعدك كمان وكمان من الاخر هم عملوها. بس اعتقد انها لم تنجح يعني النجاح اللي نجحت وقدموها زملاء يعني شطار. لا اقلل بس انا بقول لك الواقع. يمكن ردود الفعل مع الناس اكتر هو الجزء الاولاني بتاع 2007 2008 حلو جدا. دايما على الاصل دور. ايوه هو ده اللي انا اقصده. الخطفه الاولانيه. بالظبط. طب انت شايف الحاله عموما في الفن عامله ازاي؟ بص بعد كل فترة كده من التغييرات اللي بتحصل في المجتمع بيبقى فيه كل المفاهيم بتبتدي ايه زي ما بيقولوا تتغير او بتبتدي ايه نشوف احنا عايزين نعبر عن ده ازاي. عايزين ينفع نعبر زي ما كنا بنعبر قبل كده؟ يعني ينفع نعمل فن زي ما كنا بنعمله العشر سنين اللي فاتوا ولا لا؟ السينما ينفع تتكلم بنفس اللغة اللي بتتكلم بيها في العشر سنين اللي فاتوا ولا لا؟ التلفزيون نفس الحكاية. فاللي بيحدد ده مع الوقت على فكرة الجمهور. احنا بنجيب كل الافكار بتاعتنا وكل الكاركترات بتاعتنا من الجمهور. تمام. هتلاقي في فترة كده اللي كان على الساحة وانت كاشش قاعد في بيتك لكن في الشارع ناس تانية في الشارع يعني بيسموهم ساعات شعبيين ولا ساعات ناس تأفر وتقولك لا بلطجية وناس تأفر وتقولك لا ده مش عارف ايه. فظهروا دول اكتر على الشاشة اللي هم اولاد البلد او اللي بيبقى بيشز منهم يبقى مثلا منحرف يعني. فبدات المسلسلات والافلام دي تتعمل عنهم فتره طويله جدا. صح. لما رجعت الدنيا هديت وبدا الافكار اللي هتبني الدنيا تبقى هي السيده هتلاقي الطريقه بتاعه الحياه بتفرض عليك مواضيع في الجواز في الطلاق في الـ في الـ في الـ في الدراسه في التعليم في الاداره. هتلاقي الموضوع اختلف لانه الناس تفكيرها اختلف. ما حدش هيقعد بعد السنين اللي فاتت يفكر بنفس الطريقه. فانا شايف انه الفتره اللي جايه محتاجه انتاج درامي كتير جدا. احنا بنزيد والمواضيع اللي محتاجه تتناقش بتزيد. الدول اللي بتعمل انتاج درامي بتعمل ضغط وقوه ناعمه زي ما احنا بنقول.
وده سحر طبعا. ده سحر جربناه من زمان في الافلام الامريكيه ورامبو والحاجات دي، وجربناه قريب في المسلسلات التركيه. فلو احنا ما عملناش ديفنس قوي من الدراما المصريه الاصيله والموضوعات الاصيله، وعملنا افلام سينما تعبر عن الجيل ده بدل ما انا سايب الجيل لفيديوز مدته 5 دقايق، خلاص 5 في 5 في 5 في 5 كشري كشري بيحصل والله. فلازم يعني لازم يبقى عندي منتج خلاص ضاغط زي ما احنا بنقول بتاع 10 سنين كمان، يعني يقعد 10 سنين كمان نقول اه ده لخص المرحله دي. تمام. طب عمرو احنا كنا انا وكريم الاسابيع اللي فاتت كده حابين قوي نعرض فيديوهات وصور لفنانين وهم في الجيم بيمارسوا رياضه. آه. يعني انا عارفه ان انت انا خاف من الحسد فما بصورش في الجيم فما بتنزلش صور كتير. احنا عارفين بس احنا عارفين ان انت برضه حريص على ممارسه الرياضه. يعني انا اخويا دكتور اياد ده بيحب الجري جدا ومشترك في كايرو رانرز وانا ادعيت اكتر من مره لالكس رانرز برضو فروحت حبيت الموضوع بعدها شويه خلاص فكره الجري وفكره الكلام ده. بس طبعا هو من الحاجات اللي برضو الواحد لازم يعرفها انه الجيم او الجو التكييف مش هو المثالي بالنسبه للجري، يعني لازم الفريش اير. تمام. فعشان انا اجري في الشارع واخد بالك بتبقى الحكايه ايه صعبه، عشان بجري وانا بتصور يعني بتبقى الحكايه كلها انا بجري وانا بتصور مع حد. ايوه صح. فمره في مره كسلت شويه بس بعمل سويدي في البيت، يعني على قد ما بقدر بعمل تمارين في البيت بدمبلز خفيفه على التريد ميل بتحرك، لانه طبعا ما ينفعش الواحد ما يتحركش. انت اصلا شكلك ما اختلفش، هو بس كام شعر ابيض كده طلعوا خلاص. ده انا شبههم ابيض بس. يعني بس كده. طب ممكن نكمل يا كريم مع عمرو على عندك اسئله ثانيه الناس بعتتها؟ هو في سؤال ثاني خاص بالجواز مش عارف اقول ولا لا، يعني خلاص انت مش حابب بس هو في عقده. طيب بختك يا سيدي. هو في عقده طيب ولا ايه؟ الحاجات دي بتتنظر خلي بالك. حد عقدك يا عمرو؟ لا ابدا. احكي لنا طيب، الناس عايزه تطمن. الحمد لله على كل شيء. على كل شيء طيب خلاص عشان نيجي جنب النقطه دي فين. في حد بيسالك بس ده يمكن احنا جاوبنا استاذ راجح، بس احنا قلنا انت بيسالك ايه اكتر دور حابب ان انت تعمله. ما جبتش النضاره معاك ليه يا فنان؟ فين النضاره صحيح؟ لا عملت الليزك من فتره بس بلبس نضارات في شغلي بقى في لو محتاج الدور يحتاج نضاره بلبس نضاره. نضاره يعني بتبقى اكسسوار يعني النضاره ساعات بتبقى من غير ازاز اصلا. طبعا. دلوقتي فرصه بقى وانت منور بشاشه قناه النادي الاهلي، فرصه عظيمه ان انت تتوجه لجمهور النادي الاهلي باللي تحب تقوله له. تحب تقول ايه للناس؟ اللي بالك انت بتخاطب فوق ال 60 مليون ده في يعني في كمان جمهور في الدول العربيه يعني. انا عارف انا كمان سافرت يعني على سيره السفر ما كنت بسافر دول عربيه وعلى عكس ما احنا متخيلين برضو في المغرب العربي تونس مغرب الجزائر هم في غير ماتشاتنا معاهم بيشجعونا تماما صحيح بيشجعونا جدا وعلى فكره حتى على صعيد الفن لا على صعيد الفن ده المفروض وعلى ذكر النجم عادل امام اكيد انت يعني عندك خلفيه عن كل مره راح فيها النجم عادل امام في المغرب طبعًا. منهم مره اتشال بالعربيه يعني طبعًا. حاجه مش طبيعيه فانا بكلم جمهور يعني بكلم جمهور طبعا انا يعني انا واحد منه بقول له احنا يعني بنفتخر بالاهلي وبنفتخر بانجازات الاهلي والاهلي بيفرحنا واحنا طول عمرنا في ظهره وفي ظهره في كل مكان يعني من الثالثه شمال لغايه الكنبه اللي على البيت يعني كلنا موجودين يعني وان شاء الله بقى نوعده بادوار جديده ان شاء الله وان شاء الله نفرح بيه قريب. الله يخليك. ان شاء الله. ده بس حتى مش عايز يقول ان شاء الله. ان شاء الله. لا ده بعد الهوا انت بيقولها بسر وسر. ان شاء الله. انت نورت الدنيا كلها وبجد اللقاء معاك ممتع كالعاده وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه لما تيجي تنورنا في حلقه جديده من البرنامج يكون عندنا بقى حاجات كتير كمان استجدت نتكلم فيها باذن الله. نورت الدنيا يا عمرو. ميرسي يا كريم. ميرسي. نورتنا يا عمرو حقيقي وفرحنا بيك والجمهور كله اكيد فرح بيك. شكرا ليك. تختم انت الحلقه دي؟ لا اختموا انتوا يا فندم. اصحاب البيت دول كل يوم يا اكسلانس عمرو خليها تيجي معاك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بكره على قناه الاهلي ودايما مع بعض ودايما فرحانين بالاهلي.